عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وصباحكم وكل أوقاتكم بكل الخير والحب والسعادة والفرح والسرور يا رب. أول إشي شفتك يا، فخليني أرجع أحكي على الموضوع اللي هو دائما كثير شاغل العرب بشكل عام اللي مش موجودين في أمريكا، هو كيف بدهم يجوا على أمريكا. حاليا في الأوقات الحالية هاي الوضع، الكل يعني الكل بسمع الآن كلمة إنه الوضع الآن مش زي أول، اختلف. وفعلا الوضع مش زي أول، اختلف. فالوضع صار هون مش سهل زي أول، شفتوا كيف. والموضوع يعني خلينا نحكي صار في تدقيق أكثر، يعني صارت الهجرة يعني بدخل. يعني حاليا في الوقت الحالي ما بيحق لأي حدا يوقفك بالشارع ويحكي لك أعطيني هويتك، ممنوع. يعني فيها كمان فيديو شفتن على اليوتيوب، واحد قاعد بيصور في مركز شرطة بالكاميرا تبعته أو حتى بجوز بالدرون اللي هي هاي الطيارة، فطلع له الشرطة بيحكي له هات هويتك، قال له ما بعطيك هويتي، ما مش من حقك انك انت تاخذ هويتي، وانا من حقي اني المحكمة بتحكي انه من حقي اني اصور ايش ما كان. فكان شوي بده يعني يتقاتله، لما اجى المدير تبعه قال له خليه ما في مشكله. ف في حريات، بس بنفس الوقت الواحد لازم انه يعني كمان ما يحطش حاله في بوز المدفع، يعني خصوصا احنا العرب في علينا، خلينا نحكي في علينا عيون كبيره مفتحه، فالواحد ما يتمشكلش كويس، ما يعني ما يعملش مشاكل عشان ما تأديش إلى أنه يسافر البلد. عملية الوصول لأمريكا، كيف الواحد ممكن يوصل لأمريكا؟ حكينا إحنا أنه في أسهل طريقة طبعاً أنك تتجوز أمريكية، لكن هل تتزوج أمريكية عربية ولا تتزوج أمريكية أمريكية؟ شفتوا كيف؟ اختلف الفقهاء والمفتين في هذا الموضوع. طبعاً شو جماعة الخير، الناس اللي برا بتفكر انه البنات هون في امريكا واقفات على الطابور بس تيجي تنزل من الطيارة، وانه اي وحدة رح توافق عليك وتحكي لك انا بتجوزك، شفت كيف؟ لانه او مثلا واحد مثلا لك صاحب برا البلد برا امريكا بيجي بيحكي لك ما تشوف لنا وحدة زمان يتجوزها، اذا ما البلد هاي او البنات في البلد هاي عايشين بطريقة يعني يعني مش يعني بديش احكي لكم انها زي الافلام ولا لا، بس انه هون البنت قبل ما انها ترتبط او انها تتزوج، بجوز انتم بتشوفوا انه الواحدة لما يجي واحد يحكي لها انا بدي اتزوجك انها بتكيف وبتنبسط، فهذول بكونوا مصاحبين صار لهم سنتين ثلاث، وبكون نايم معها 50-60 مليون مره، وبجوز يكون في بينهم اولاد كمان. يعني انا بعرف ناس بينهم 5 اولاد لسه ما كانواش متجوزين، لما قالها بدي اتجوزك كيفت وفرحت كانها يعني فهم كل شيء بيسووه من دون زواج. بقول لك ليش انا اربط حالي واتزوج؟ ففي ناس ماخذين موضوع الفيتناميين مثلا، ماخذين موضوع الزواج هذا تجاره، باخذوا على البنت 30 و 50 و 35 الف دولار عشان بس تربط حالها سنتين ثلاثه، وواحد ياخذ ورق وبعدين خلص يطير من وجهه. وفي ناس بيستغلوا بيجي بيحكي لك انا ما بدي منك شيء بس باخذ منك مثلا بالشهر 500 دولار. طبعا هي بتعرف انه بس تمسك في الموضوع بعديها بتصير تحت رحمته، بتصير بدها واللي تطلبه، اذا ما بتجيب لها شيء. طبعا هي في حال في هاي الحاله، هاي للناس اللي مستغلين اللي بفكروا حالهم متجوزين امريكيات انه استغلوهم. لا تخاف حبيبي، انت اتفقت انت وياها على شيء خليها تروح تبلط البحر، لانها اذا بدها تروح تشكي بدها تشكي على حالها، وهي كمان راح تنحبس لانها هي بتساعدك في الموضوع. الا عاد اذا طلعت شيطان من الشياطين ووصلت للإميجريشن بطريقة ما عن طريق ما إنه هذا جواز فيك، بيجوا بحقق معهم. بس برضو لو تم هذا الإشي أنت بتعترف عليها هي اللي وافقت وبتاخذ مني مصاري، فيعني بدامك رايح بالرجلين رايح بالرجلين خذها معك بالرجلين. هذا الموضوع تبع الزواج يعني في صعوبات، وفي يعني بتحط رقبتك تحت رجل يعني اللي بدك تأخذها. هلا إذا بدك تتزوج واحدة أمريكية عربية ممكن، في كثير مليان، بس المشكلة يا عمي احنا العرب ما يعني لما بده يزوج ما بيزوج عشان خلص خليها تساعده وراق والقصص هاي، لا بده يزوج زواجة العمر، بالتالي في مهر وفي تكاليف عروس، هاي الاشياء كلها يا جماعة الخير هون بتكلف في امريكا بلاوي.
يعني لا تستبعدوا لما يكون في مهر 10,000 دولار أو 15,000، لا تستبعدوا لما يكون في، يعني في صديق إلي كلفوا العرس، إحنا هنا بكاليفورنيا كلفوا العرس 50,000 دولار. لما تيجي على صالة العرس بدك في صالة بتكلفك 5,000 وفي صالة بتكلفك 15,000، بحاسبوك على الشخص. فتكاليف العرس إحنا كعرب وبتعرفوا ذهب والقصص هاي كلها، يعني مظاهر هاي كلها لابد إنك تسويها إذا بدك تزوج زواج عربي. هلا إذا وقعت لك مع عيلة عربية مسخمة مكلين هوا، وضعهم يعني خلاص بدهم بس السترة على بناتهم، هذا موجود بس نادر جدا يعني. شفت كيف؟ عادة الناس اللي زي هيك بدوروا على السترة لبناتهم بنزلهم على البلاد وبتجوزوا في البلاد. شفت كيف؟ هلا من الطرق الأخرى للقدوم هون لأمريكا فيزة السياحة وفيزة الدراسة. شفتوا كيف؟ لكن فيزة السياحة إذا حصلت عليها ممكن تدخل على البلد هون تقريبا 6 شهور، ممكن تمددها كمان 6 شهور. لكن فيزة الدراسة إذا دخلت عليها طول ما أنت موجود داخل البلد هون بتضلك قانوني، ومكون مكتوب لك على الختم بس يجي تدخل DS، يعني Duration of Status. ماشي. لكن الشباب بتفكر إنه بس تحط رجلها هون في البلد هاي ما بدها تروح على الجامعة اللي أجت عليها أو مثلا على المعهد اللي أجت عليه، وبالتالي راح يصير وضعك في البلد هون إنك أنت مخالف، فلازم تعدل وضعك يا جماعة الخير. خلينا بس نشوف. طبعا إيش الله على الأجواء الماطرة، معتصم. في جماعة الخير، ملخص الكلام يعني عشان بديش أطول عليكم، حكينا كثير. طرق القدوم لأمريكا هون معروف، يا إما عن طريق أبوك وأمك أو عن طريق إخوانك، هذا اللي هو لم الشمل اللي بيحاول إنه يلغي ترامب حاليا، فلحدش يعني يتأمل عليه كثير لأنه لو تقدم لك معاملة الآن راح تأخذ وقت طويل. عن طريق القرعة، والقرعة برضو بيحاول إنه يلغيها. عن طريق الزواج من أمريكية، طبعا الزواج من أمريكية جماعة الخير في خطبة اللي هو لازم ما تكون كاتب الكتاب، وفي زواج. شفتوا كيف؟ لما تكون زواج بتقدم معاملة زواج، لما تكون لساتك مش كاتب كتاب ولا إشي تقدر تقدم لك هي معاملة خطوبة، بشرط أنك بس توصل على أمريكا خلال 90 يوم لازم تتزوج، هذا هو الشرط عشان تأخذ فيزة الخطوبة هاي. بالنسبة للدراسة بتقدر تأخذ فيزة دراسة وبتخليك في البلد قانوني، بس بدك تلتزم بالجامعة أو الهاي اللي جيت عليها وتضلك تدفع مصاري. شفت كيف؟ في إشي اسمه فيزة عمل، وفي إشي اسمه فيزة استثمار. هاي الاستثمار ممكن تخليك جرين كارد، مش راح أحكي عنهم رغم إنه يعني هسا المستثمرين بكثروا ما شاء الله عليهم. بدك يعني خلينا نحكي مبلغ لا يقل عن 150,000 دولار عشان نحكي في الموضوع هذا. لما تيجي بدك تطلب شغل يا جماعة الخير، اسمع بدي أحكي لكم شغلة مهمة. إحنا أغلبنا اللي بيجي بده يشتغل في أمريكا بروح بدب وين؟ على المطاعم، على السوبر ماركت، على الكاشيرز. أقسم بالله في شغلات بتكسبك ذهب، زي الحرف اليدوية، الناس اللي بتستهين فيها أو يعني تعتبرها يا زلمة فكها كذا. مهنة السباك بتربح مصاري خير ربنا. إذا ما جبت واحد يسوي لي الحنفية، بس عشان ما تحكوش عن إني أهبل يعني بس أسوي الحنفية، الحنفية ملحوم الحام يعني، فعشان أفكها وحط حنفية ثانية بدأ أقصها قص وأجيب واحدة ثانية وحط الحام. فالمهم جبت واحد عشان يسويها، 75 دولار أخذهن في خلال نص ساعة سوى الحركة هاي كلها، 75 دولار في نص ساعة. شفتي كيف؟ وكمان بيشتغلوش إلا إيش على الموعد. هذا أنا حكيت معه الظهر قال لي بقدرش أمر لك إلا الساعة 9 المساء. هاي مهنة السباك. مهنة تركيب الأبواب، أنتوا بشفتوا كيف أمريكا كلها كلها بيوت، كل بيت لازم فيه كراج، في أبواب. هاي المهنة يعني بتكسبك برضو ذهب، بدك تشوف لك حدا تشتغل معه حتى لو بتتطوع تطوعا. إن أقول لك لو تأخذ 2 دولار على الساعة اشتغل لك شهر زمان، افهم شو هي المهنة، اكسبها هيك يعني، خذها في بالك حتى لو أخذ دورة عليها، وبعدين انطلق. بدك تعرف كيف تسوق حالك، بدك تعرف كيف تشتغل. ايش المهن الثانية؟ في غيرت السخان تبع المي، جبت واحد طلب سخان المي
طبعا سخاناتهم غير عن سخاناتنا جماعة، عشان ما حدش برضه يحكي أنا بسوي أشياء بإيدي على فكرة، بس لما يكون الإشي خارج قدراتي بضطر إني أجيب حدا. جبت واحد عشان أغير السخان، طلب 2300 تغيير السخان جديد وشغل إيده 2300 في الأخير. طبعا هون كمان أنت لازم تكون ملحلح ومدردح، فروحت على واحد ثاني جبت نفس السخان، كلفني كل على بعضه مع حق السخان $650. ففي أشياء مهنية حرفية بتقدر تأخذ عنها عليها دورات، مثلا في خلينا نحكي الدهان الطراشة، يا رجل بتيجي بدك مثلا تدهن البيت غرفة أبصر إيش، بيقول لك $1000. طيب يا زلمة أنا بدهنه بإيدي، الدهان أنا بدهن عادي ما عندي مشكلة، بدهنه بإيدي بأخذش معاي يعني ساعتين ثلاث وما بكلفنيش $1000. علبة البوية حق علبة البوية بجوز حقها، علبة البوية بجوز حقها 17-27 دولار، 35 أقول لك قول $100 حق العلبة، مش راح يكلفك $1000 التراش. فهاي يعني رسالة للناس اللي بيحاولوا انهم يشتغلوا ويرضوا بالقليل اللي هو $10 وال11 دولار. ما في مانع انك ترضى لغاية لما تحوش لك مبلغ معين، ولكن خلي هدفك انك تشتغل اشي او تدرس شيء معين يساعدك مستقبلا انك فعلا يعني تصير ما تحتاج اي حدا وتعتمد على نفسك، ويصير دخلك باليوم بدل ما هو $120 يصير دخلك في اليوم $600-$700. شفت كيف؟ عشان تعيش حياة هنية، لانه صراحة اللي بوخد $10 باليوم هذولا ما بتعيشوا حياة هنية، بطلع راس براس او بطلع ملحوق عن جد. ميكانيك السيارات، كهرباء السيارات، هاي كل الحرف اليد اقولكم بلا بركات. البركات في الاردن يا جماعة الخير، انا لما رحت غيرت اشتريت البركات، انسوا حقهم بجوز 10-15 دينار، تغيير البرك اخذ مني 5 دنانير اقسم بالله، كانت السيارة بريوس. سيارة الكامري هنا لما باجي بغير البركات باخذ $170 على تركيب تغييرهم، تغييرهم مع حقهم $170. تخيلوا انتوا كيف الفرق يعني. ففي شغلات انت اصلا لو تعلمتها قبل ما تيجي من البلد تيجي هون، شفت كيف تعلمتها تزبط. حلاق، طبعا الحلاق هون لازم تقدم امتحان وتنجح فيه عشان تاخذ رخصة، او بتشتغل لك عند حلاق، شفت كيف، خلينا نحكي من دون ما يكون يعني معلن اسمك انك انت حلاق رسمي عنده. قديش باخذ الواحد لما بيجي بيحلق هون؟ بيدفع $20 حلقة تخفيف الهاي. انا اذا بدي اسوي لحيته واظبط وابصر ايش باخذ $30. اذا بده يعمل لك ماسكات وما ماسكات ابصر ايش، اذا طلعك عريس بتتكتل لك $70-$80 يعني، شفت كيف. فهاي الشغلات الحرف اليدوية برضو يعني بتعمل لك مصاري كويس. فان شاء الله اخونا احمد عابد او مش عارف مين اللي سأل، مصطفى الشطناوي، ان شاء الله اكون افدتك في اني حطيتك على يعني اول الطريق انك تشوف لك شغلة تاخذ لها دورة. على فكرة جماعة الخير خلينا ندلكم على شغلة، الكوميونيتي كوليجز اللي هي كليات المجتمعية اللي حواليكم، هاي كليات حكومية، في عندهم على الويب سايت تبعتهم، اذا مش عارف ايش الكوليجز اللي حواليك اكتب بس على جوجل، اكتب كوليجز نير مي او مثلا كوميونيتي كوليجز نير مي، بيطلع لك مين كوميونيتي كوليجز، ادخل عليهم، ادخل على المنيو تبعهم، مش المنيو تبع البروشور تبعهم، انا بيجيني بالبريد بصراحه. عندهم بيسووا دورات باسعار رمزيه، يعني حتى لغات برضو باسعار رمزيه، دورات مما تتخيل ولا تتخيل، حتى دورات الخياطه، دورات الرسم، دورات الرقص، دورات يعني كل شيء، دورات كمبيوتر، دورات كل شيء. هاي الدورات يعني انا شفت اغلى شيء بجوز كان الدوره ب $150 او شيء زي هيك. روح احضر وخذ شهاده في هاي الاشياء، شفت كيف، وبعدين انطلق. بس احنا مشكلتنا انه مكانك سر، مش فاضي. يقدر الواحد ياخذ تصريح عمل او رخصه سواقه واقتناء سياره اذا كان فيزا سياحه وكان مخالف؟ سؤالك حلو. في صديق انه لسه ما طلع له جرين كارد، اشترى سياره وسجلها باسمه، شفت كيف. تصريح حمل لا، طبعا تصريح حمل ما بطلع لك، ورخصة سواقة مش في كل الولايات، في ولايات معينة سمحة تعطي رخصة سواقة للناس. على فكرة اللي معاه فيزة سياحة عندنا في كاليفورنيا، خليني عشان ما أعممش، عندنا بكاليفورنيا اللي بيجي فيزة سياحة بدخل على البلد وبيعطوه 6 شهور بيقدر يروح يقدم على الدي ام في وبيعطوه رخصة سواقة،
انا من الناس اللي سويت هاي الحركه لما جيت على فيزا السياحه واعطوني رخصه السواقه، ويعني نفس الرخصه الاساسيه يعني ما فيش منها اختلاف. وفي مؤخرا كانوا طلعوا قرار انه الناس المخلفين بيقدروا يطلعوا لهم رخصه السواقه، لكن تصريح عمل ما في تصريح عمل صديقي. في شغله صحيح بدي اذكركم فيها للناس اللي مخالفين يا جماعه الخير، اذا انت يعني بيطلع بايدك تصلح وضعك خلال سنه من مخالفتك، في فورم بتقدر تقدمه بسموه ويفر. خلال سنه من مخالفتك اذا انت جوا البلد ومثلا طلع لك معامله عن طريق ابوك، عن طريق امك، او عن طريق خلينا نحكي زوجتك مثلا جرين كارد، وانت لساتك جوات امريكا ومخالف وتجاوزت مخالفتك، يعني انت مثلا 6 شهور، خلصت 6 شهور مروحتش، معاك من لما خلصت 6 شهور للسنة انك تقدم هذا الويفر وممكن يوافقوا لك عليه. لكن اذا تعديت السنة خلص راحت عليك، يعني اذا تعديت السنة يا بتتجوز لك امريكية يا اما بتروح على الاردن، بتروح على بلدك وبتقعد لك 10 سنين ما بتجيش. هاي كنت تذكرتها وسا حكيت لكم اياها. محمود توقعي لنشرة الفيزا تبعت افريقيا ما راح يزيدوا 2000 يعني مش راح يزيدوا كثير. ماشي يا ولد ان شاء الله بقرأ لك عنه. ريم اخي اياد انا كنت مقدم على اللجوء وطلع لي سوشيال وكرت عمل وايش وتجوزت من مواطن عربي يحمل الجنسية الامريكية وبده يقدم لي اوراق، ولما سألت حكوا لي معاملة اللجوء ما دخلت على الاميجريشن، هلا هذا بيتعارض مع اللجوء وكيف بيحكوا لي الزواج بلغي اللجوء. أخت ريم من قال لك فهو كذاب أشر بصراحة. يعني جماعة الخير في أمريكا هون المعاملات ما إلها علاقة في بعض، يعني أنا كنت مقدم فيزة دراسة وفيزة عمل بنفس الوقت، الثنتين كانوا المشيات بنفس الوقت، طلعت لي فيزة الدراسة بعديها بشهرين طلعت لي فيزة العمل، ففيزة العمل لأنها طلعت بعد هذيك لغت فيزة الدراسة. شفت كيف؟ أنت الآن مقدمة على لجوء وفي عندك زوج تزوجتي بيقدم لك معاملة عادي وبتمشي فيها وبتطلع لك جرين كارد عن طريق المعاملة هاي، وساعتها بتنلغى تبعت اللجوء. بس خليك مالي إلك منه عشان إيش بلاش تصير مشاكل بعدين، لأنك راح تأخذي جرين كارد مؤقتة. هلا في ناس بيقول لك لا يا عمي أنا بضلني على اللجوء بديش أقعد تحت رحمته عشان ما يقوليش أنا أعطيتك جرين كارد والحكي هذا. في ناس هيك بتفكر يعني تفكروش، بس إنه اللي حكولك إياه صح، ممكن إنك تخلي المعاملتين مشيات بس اكيد راح تطلع الزواج قبل اللجوء، لانه اللجوء الايام هاي يا جماعه الخير بعطوك تعيش انك تاخذ مثلا جرين تاخذ عفوا تصريح عمل وسوشيال سيكيورتي وبتعيش عادي زيك زيها، بس ممكن انها تمد المحاكمات تقعد لها 2 3 4. بعرف شاب قاعد 5 سنين وما طلعلوش في الاخير يعني روح. النقاشه ليها رخصه اي شيء؟ شوف انا بعرف انت ايش بتنقش على ايش بالضبط. يعني هلا اي شيء يا جماعه الخير اي تخصص له علاقه في لمس البشر لازم يكون في ترخيص، لازم يكون في يعني امتحان وفي شهاده. يعني الحلاق لازم امتحان، اي شيء طبي لازم امتحان. شفت كيف؟ هسا انت ما بتلمسش بشر ما فيش امتحان يعني. جورج تم نبيل الكوز اعذرني اخي، يعني الواحد ما بيقدر يشتغل قانوني اذا كان فيزا سياحه نهائيا، شو المقصود بالسوشيال سيكيورتي بالضبط؟ ما تحيه. شفت الرقم الوطني المكتوب عندك على هويتك الهوية المدنية؟ هذا الرقم الوطني اللي احنا ملوش دخل في بلادنا نهائيا ولا بنعرفه ولا بنشوفه الا بجوز لما تراجع الضمان الاجتماعي او هذا الحكي. هون هذا الرقم الوطني حياة البني ادم، كل اشي في حياة البني ادم. يعني لما بدهم يشوفوا البني ادم هذا مستعد انه يلتزم بالقرض ولا لا، بدخلوا بشوفوا على السوشيال سيكيورتي نمبر تبعه، الهيستوري تبعه اللي هو التاريخ، تاريخ التزاماته وشو معاه بطاقات وقديش باخذ راتب وين بيشتغل، يعني بيطلع لك تاريخك من اول ما جيت على امريكا. Join the US Army with no paper, can I regular myself؟ موضوع الجيش الامريكي جماعة الخير، اي حدا بيجي على امريكا مهاجر قانوني لازم قانونيا يسجل في اشي بسموه Selective Service اللي هو الموقع sss.gov. هذا Selective Service للي عمرهم من كم؟ والله نسيت، والله ذكروني يا جماعة الخير، أتوقع لغاية عمر 26 سنة. بعد 26 سنة من عمر 18 كانوا ل 26 سنة، من عمر 18 ل 26 سنة إذا عمرك بهذا الرينج لازم تسجل إجباري، لأنه لما تيجي تقدم على الجنسية بيسألوك سجلت ولا ما سجلت.
فإذا ما سجلت ممكن تتبهدل، لأنك ببين أنك أنت زلمة جاي بس بدك تأخذ الجواز فقط. يعني أنك تأخذ جنسيتين أمريكية وكندية صعب، لكن مش مستحيل. كيف؟ ممنوع ازدواجية الجنسية الأمريكية والكندية بالاكتساب. هذا الحكي مستحيل. كيف يعني بالاكتساب؟ يعني مثلا أنا رحت على أمريكا اشتغلت فيها أو اتجوزت أمريكية وأخذت الجنسية الأمريكية، بعدين ما عجبتنيش أمريكا قررت أني أروح على كندا ورحت عن طريق العمل وأخذت إقامة هناك في كندا، وبعدين بعد 3 سنين جيت قدمت على الجنسية الكندية ما بطلع لك. هلأ كيف ممكن أنك تكون معك الجنسية الكندية والجنسية الأمريكية؟ عشان هسه في ناس تتفلسف بيقول لك بكذب. إذا أنت فعليا مولود خلينا نحكي في كندا طلع لك جنسية كندية، شفت كيف؟ أبوك وأمك معهم الجنسية الأمريكية، شفت كيف؟ ساعتها بطلع لك الجنسية الأمريكية لأنه أبوك وأمك أمريكان، بس أنت مولود في كندا فهيك بكون معك جنسية أمريكية وجنسية كندية. لكن موضوع أنك أنت من بلد خلينا نحكي ثالث ماشي، وأمريكا وكندا أخذت جنسية واحدة فيهم، تقدرش تأخذ جنسية الثانية بس تقدر تأخذ الإقامة. يعني بكون ممكن يكون معك جنسية أمريكية ويكون معك إقامة كندية، والعكس كمان، يعني يكون معك جنسية كندية ويكون معك إقامة أمريكية. طبعا تفاصيل كيف أنك تحصل عليهم هاي أنت شغلك، يعني مش شغلي أنا، شفت كيف؟ تحياتي لكم جماعة الخير، وآسف جدا على الإطالة، وإن شاء الله إذا بتحبوا أنه نصير نكرر هيك أسئلة وإجابات ونناقش في الحياة ما عندي مشكلة. السلام عليكم ورحمة الله.